أيضا الخبر النهاردة الذي شغل مصر في هذا اليوم، كانت المصري اليوم انفردت بخبر صباح اليوم بتتكلم فيه عن مراجعات فكرية داخل الجماعة برعاية الأوقاف وبرعاية الداخلية، لكن وزارة الداخلية سرعان ما أصدرت بيان تكذب فيه ما جاء في صحيفة المصري اليوم وتقول إنه لا أساس له من الصحة. معانا على الهاتف الزميل الأستاذ عمر حسنين، مساعد رئيس تحرير المصري اليوم. أستاذ عمر، لو تفسر لنا هذا الجدل، يعني أنتم تحدثتم عن الخبر ووزارة الداخلية يعني نفت وكذبت الخبر وما اعتبرتموه سبقا. أي خبر يا أستاذة؟ معلش، الخبر الخاص بالمراجعات الفكرية داخل وإقرارات التوبة اللي وقع عليها أعضاء الجماعة برعاية الأوقاف والداخلية. طيب هو خلينا يعني أنا هرجع بحضرتك اليوم 11 من شهر فبراير في ندوة كانت حول التطرف داخل وكالة أنباء الشرق الأوسط، هذه الوكالة الحكومية الرسمية، وكان يحاضر في هذه الندوة السيد وزير الأوقاف، والذي أعلن أن هناك تنسيق بين وزارتي الأوقاف والداخلية لإجراء مراجعات فكرية للمتواجدين في السجون، وبصفة خصوصية أنا بقول نص التيكر بتاع وكالة أنباء الشرق الأوسط اللي نشرته على لسان وزير الأوقاف، وخصوصا المفرج عنهم والمتواجدون من الجماعات المتشددة، أو فيما يعني حتى يتم تخليص هذه العناصر من الأفكار الإرهابية. مين اللي في السجون؟ أعتقد أنه اللي داخل في تجارة مخدرات في السجون مش بيعترف فكر إرهابي، ولا داخل في جريمة قتل مش بيعترف فكر إرهابي، ولا اللي داخل في جريمة أداب. إذا كانت وزارة الداخلية لم تصدر تكذيبا لتصريح سيد وزير الأوقاف وما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط منذ 11 فبراير هذا الشهر الجاري، وانتظرت حتى تنشر المصري اليوم عن بدء عمليات المراجعات وبدء تنفيذ التنسيق بين الوزارتين لتكذب المصري اليوم. يعني هل انتم استندتم فقط على تصريح وزارة الأوقاف اللي قبل أسابيع، ولا حضرتك فقط يا أستاذة منى؟ لكن أنا بقول ارجاع تصريح وزارة الأوقاف، ما أعلنته وزارة الأوقاف أن هناك فرق في تنسيق. طبعا هناك المحامي مختار نوح أدلى بتصريحات للزملاء في حزب الإسلام السياسي، أيضا هناك كثير من المواقع الإخبارية نشرت هذا. أنا مش بدلل على ده على أنه إحنا يعني بناخد شغلنا من مكان تاني، لا، كل صحيفة لها مصادرها الخاصة. لكن لو رجعت النهاردة إحدى المواقع الإخبارية الإلكترونية الشهيرة ستجد تصريحا أن مختار نوح بيقول أنه في بكرة معاه معاد مع السيد وزير الداخلية للحديث عن الناس. طب ليه في تقدير حضرتك وزارة الداخلية كذبت الخبر ما دمتم في المصري اليوم واثقين منه إلى هذه الدرجة؟ والله هو 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 يحق لكل جهة رسمية، وهي احنا قلنا اللي عندنا، وهم يحق لهم يقولوا اللي هم عايزينه، وعلى فكره احنا هننشر لهم ردهم بكره. ده يعني نحن في المصري اليوم نعمل او نقدم صحافه مستقله. يعني هل ممكن يكون راوي، لو ان القصه فعلا صحيحه، ممكن يكون راوي ان تدخلكم على الخط او دخول الراي العام على الخط في الوقت ده ممكن يعصف؟ ممكن يكون التوقيت هو مش مناسب للدوله، او مش مناسب لجهاز الامن، او مش عارف يجوز التوقيت. لكن حضرتك عارفه انه يعني صحافه الخبر لا تنتظر، واحنا يعني في مرحله احنا كلنا صحيح نعمل في الخط الذي يؤدي الى المصلحه الوطنيه العامه، والى يعني الخروج بالدوله من النفق المظلم اللي كلنا عايشين فيه. لكن لا، نحن في هذا التوقيت بعد ثورتين لا يمكن لاي صحيفه، وخاصه صحيفه مثل مصر اليوم، ان تستاذن في نشر معلومات لديها مهما كانت الجهه التي يمكن ان تستاذن. شكرا جزيلا للاستاذ عمر حسنين، مساعد رئيس تحرير المصري.